يا جماعة مضى على كوبا زمن وهي تعمل على تغييرات ليست اقتصادية فحسب بل هي اجتماعية أيضا وفي جميع مجالات الحياة، ولم تكن تلك التغييرات باجتهادات شخصية بل كانت برامج تم بناؤها جماعيا وأجمع عليها الناس. بعد وفاة والدتي في المهجر لم يعد هناك من يساعدنا، نحن عائلة قليلة العدد وأغلب أفرادها استقلوا بحياتهم، وأنا وحيدة مع زوجي وحفيدي وابنتي نعيش بما لدينا عيشة كفاف. Ne sitoutuu paremmin siihen työhön, ne on muutosjoustavampia ja ennen kaikkea ne suoriutuu tosi paljon paremmin siitä omasta työstään ja sitä kautta minkälaisia kohtaamistilanteita te rakennatte? Ne oppii asioita, ne tekee työnsä hyvin, niin silloin ihmisten aivot on samanaikaisesti oppimaan paremmin, jotta se pystyt auttamaan ihmistä esimerkiksi vuorovaikutustilanteen. المساواة بين الجنسين مسألة طبيعية للغاية إلى درجة أننا لا نفكر فيها، فمن غير الدارج عندنا أن تزهد المرأة في الحياة العملية. تضم حقيبتي الوزارية التربية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب والشؤون الكنسية، إنها مسؤولية كبيرة لا تسند بناء على الجنس أو السن. هل ينبغي التوقف عن مناصرة المرأة؟ أظن أن علينا مواجهة منظومة خفية كتلك التي تفرض على المرأة أجوراً أقل.
يحاول يخدموا عادة. توم يتيكي صوروا برسمك وقت اللي ندخلوا في مشكل تاع فايض إنتاجي فوق الميتين ألف طرناطة والدولة ما تنجم تتصرف فيه والمصدر يحب يحكي معاك كما يحب هو ماهوش معقول. هذا هي المشكل. اليوم احنا نراو في منتوجنا قاعد يتلوح تحت العواد. اسمع هذا الكل هذول الكل ما يعرفوهاش الحكايه هذه قسما بالله. كنا زاد خطبنا في الموضوع هذا السيد الوالي على اساس انه يتم التفاعل مع طرف السلطات على مستوى المركزي باش نسمحوا للتجار هذوما وما نضايقوهمش في الطريق على اساس انهم يخرجوا ويروجوا بضاعتهم. المالتي نتاعنا ولا عنده سنين معناتها ونعطيك انا مليانه صغير نعرف المالتي نتاع تونس ويقولوا عليه هو السفير يمثل معناتها تونس والسفير بالاتحاد الاوروبي. عندنا مواد عاوزه ترجع يفوت منتج الدراسه لجوه. هذا الطريق هلا من اكثر الدلائل يلي بتقول عنها ذكرى بالكتب المقدسه القديمه بالعهد القديم انذكرت مرات عديده اكثر من 70 مره. الشجرتين اللي وراي هي اسمها شجره الحبيس. شجره منهم ما لها زمان يابسه لها يمكن شيء 35 سنه يبست كليا. هودي في كثير من الاساطير يلي بتنحكى عن الغابه بتنحكى عنهم. في عنا بنفس الشجرة بالأرز في الميل والفيميل هيدا الذكر بيطير غبرة بأيلول بتكون بتكون فيميل بقلب الشجرة بالربيع بتفتح بتكون جاهزة للكوز بده بين سنتين وثلاث سنين ليصير صالح للزرع. هي شجرة مقاومة جدا وبتقدر مثل ما بنقول تقاوم كل هالعوامل اللي عم يشهدها عم نحكي عن نطاق العالم يلي هو التغير المناخي بس هالشي رح يحد من نموها. جئت من مدينة سامسون لأتعرف على أودون بازاري. هي فرصة لي بصفتي طالبة لأن أعرف أكثر عن المدينة من خارج الكتب.
Yani siz öğrencisiniz. Aynen. Çok önemli. Bizim de... Tabii size veririm hanımefendi, size bakın. Çünkü bir kültürümüz yok. Sonra. Belki de yattım abi. يستخرج حجر اللولطاش من باطن الأرض على عمق يصل إلى 20 مترا تقريبا، له خاصية امتصاص الماء والرطوبة ما يجعله طيعا في التشكيل، ولخاصيته هذه تصنع منه أيضا الغلايين الشهيرة كونه يمتص النيكوتين. هذه المنطقة نسيت مع الزمن وضاع كثير من حرفها. قبل عقدين من الزمن قررت البلدية وعدد من رجال الأعمال إعادة إحيائها، فافتتحت مراكز تعليم للحرف في الجامعات هنا، وبدأ الحرفيون يعودون للظهور. كما نشاهد الآن التشكيلات الصخرية العجيبة والكتل الصخرية التي يعود عمرها تقريبا من 400 إلى 600 مليون سنة، أيضا المنطقة كانت مغمورة بالمياه، ولذلك نشاهد من التجوفات الصخرية وأيضا تأثيرات العوامل التعرية. أيضا اختار الأنباط في هذا المكان المنطقة المرتفعة ليختاروا منطقة ممارسة عباداتهم، فذلك نحتوا الديوان وبعض الرموز الدينية في هذا المكان لممارسة الطقوس الدينية. محمد خلاص انتهينا، نروح ناخذ القلعة هذه ونخلص. جاي سيبر بار Thank you.
يولد الأبطال هذا الإسكان إن شاء الله والنجوم المجد إن شاء الله ورجال المجد هذا الإسكان إن شاء الله والمسيح معنا راية الجمهورية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا هو المهرجان الأول لمهرجان محاصيل. الهدف من مهرجان محاصيل هو دعم المنتج الزراعي القطري بالإضافة إلى المنتجات الثروة الحيوانية. هناك 22 مزرعة مشاركة في مهرجان محاصيل كتارة. تلك المزارع تزود المحلات الموجودة في المؤسسة بالمنتجات كل فجر على أساس أن تكون منتجات طازجة. المنتجات معظمها معظم المنتجات المعروفة هي يعني الطماط والخيار، وهناك أيضا بعض الفواكه كالفراولة والبرتقال القطري. هناك ايضا منتجات البان ومشتقاتها وايضا دواجن ولحوم وايضا هناك بيض الدواجن. بالنسبة حق مهرجان محاصيل في نسخته الأولى في كتارة، يهدف المهرجان اللي هو دعم المنتجات القطرية والمزارع القطرية بشكل خاص. يحتوي المهرجان على العديد من المنتجات الزراعية والحيوانية في نفس الوقت. نتكلم عن جانب التوعوي والتثقيفي في المهرجان، في فعاليات مصاحبة تم إضافتها على المحلات اللي موجودة، الهدف منها اللي هو نشر التوعية والثقافة، ثقافة الحفاظ على البيئة، كيفية الزراعة، الأنواع الشتلات اللي ممكن تكون موجودة في وتزرع في قطر، إضافة إلى عملنا معرض اللي هو معرض النخلة يتكلم عن تاريخ هذه الشجرة العظيمة والمميزة في الخليج بشكل خاص وفي الوطن العربي بشكل عام. المهرجان هذا هو في نسخته الأولى، هو الهدف منه هو دعم المنتجات القطرية ودعم المزارع القطرية. مثل ما تشوفون المهرجان ضم كثير من الأنشطة والفعاليات. عندنا فعالية مثلا فعالية النخيل، معرض النخيل هو شرح مبسط عن مراحل نمو النخيل، الشغلات اللي احنا نستنتجها من شجر النخيل في الحرف التقليدية. عندنا مسابقات بالنسبة حق المدارس، عندنا 10 عربات كل عربة تأخذها مدرسة وبتقوم بزينها، وفي نهاية المهرجان بيتم اختيار المدرسة الفائزة بإذن الله. ما
احمد. احمد.